صباح الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أولى حلقات برنامج على المحور في قناة الصحة والجمال. كل عام وأنتم بخير. يا ريت بلاش نتداول الكلام المتداول على السوشيال ميديا اللي بيقول إن السنة دي أسوأ من السنة اللي فاتت. لأ، احنا ندخل السنة دي بقلب جامد، قلبي كله ثقة في الله وإيمان إن ربنا قادر إنه يغير حالنا إلى أحسن حال إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. أثناء تواجدنا اليوم على المحور الكلام كان على إيه؟ الناس بتتكلم على إن في بعض المواطنين بيترددوا على مجالس الشيوخ والعلماء طالبين يتعالجوا بالقرآن الكريم، وتوصل بعض الباحثون والعلماء إن القرآن الكريم بيعمل على برمجة خلايا الدماغ اللي بتتحكم في العمليات الإنسانية، وكذلك بيعيد الجسم إلى قبل المرض، وبيرفع كمان المناعة لدى الإنسان، وبيبقى لديه القدرة على التغلب على هذه الأمراض. ضيفنا النهاردة هو الراقي والباحث في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الشيخ مدكور عاطف باتع. اهلا يا شيخ. اهلا وسهلا بك. زي حضرتك النهارده نورتنا، شرفتنا النهارده ان شاء الله. الله يعزك مدمم. قبل ما نبتدي البرنامج مع الشيخ مدكور، هنروح مع بعض نشوف بعض الحالات اللي عالجها الشيخ مدكور بالقران ونرجع تاني. طبعا الشيخ مدكور عاطف المصري حرب ساحر، علاجني بالقران بالاعشاب بالزيوت. ما في نهار سمعته قال اي شيء ضد القران أو كلام خارج القرآن بعلاجي، فهو مشكور وله شكر كبير من القلب، وقد ما أشكره ما بو فيه حقه بعد كل هالسنين وهالتعب، بعد السحر الأسود، بعد كذا سحر من كذا بلد من كذا حدا. يعني الله يعطي ألف عافية ويقويه وينصره على السحرة ويعطيه طول العمر يا رب ويقدره على فعل الخير. من المعروف أنه الرقية في كتاب الله وسنة رسوله، وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيرقي صحابته بكتاب الله. الشيخ مدكور بيتخذ هذا المنهج سبيل له، فهو لا يخرج عن كونه أنه يرقي بآيات الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وهو من الشخصيات المعروفة عندنا في البلد ونحسبه على خير، وتم على يده علاج كثير من الناس. أتمنى له كل التوفيق والسداد. معكم الدكتور عنتر عبد العال. السلام عليكم. أنا بكمل الفيديو الثاني ده للشيخ مدكور. طبعا يا رب نكون بس على كد ما نقدر، واحد مش عارف يتكلم يقول لي الشيخ مدكور، ولكن طبعا له كل الاحترام والتقدير على كل مجهود تعبه معانا، وعلى كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة خدها معانا في الجلسة بتاعتنا. ولكن طبعا الشيخ مدكور ده كان له أثر كبير عليا بعد السحر اللي أنا كنت فيه، فطبعا أنا بشكره وبقول له كتر خيرك يا شيخ مدكور، وربنا يجزيك خير ان شاء الله عنا يا رب. فانا طبعا مش هوفيه حقه في اي كلام انا هنقول، ولكن الشيخ مدكور هو بيعالج بالقران الكريم والسنه النبويه صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. اما ان شاء الله ربنا يقدر كده باذن الله يا رب، ويعينا على السحرة والساحرين باذن الله يا رب اللي هم بيعملوا مشاكل للناس. طبعا انا مش عارف نقول له ايه، ولكن انا بشكره كل الشكر على اللي هو بيعمله معانا ومع كل الناس، لكن ده مش هنوفيه له حقه على كد ما نقدر يعني، فربنا يستر عليه يا رب. ورجعنا تاني مع الشيخ مدكور عاطف الباحث والراقي والباحث في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. شيخ مدكور، بداية عايزة حضرتك توضح لنا، توضح لسادة المشاهدين، ايه الامراض اللي بتعالج بالقران الكريم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. هو شفاء. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فوجدها تعالج وترقي امرأة، فأمرها وقال لها: يا عائشة عالجيها بالقرآن، القرآن هو العلاج والشفاء والدواء. وإذا تلي على حزين فاض من عينيه كل غائب، وإذا قري على سقيم ذهبت من جسده جميع المواجع. القرآن هو كلام الله، يشفي بقدرة الله المصاب من الحسد والسحر والأعمال والأسقام، ويشفي من الأمراض النفسية الاكتئابية بقدرة الله، هو كلام الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تدويتم به هو القرآن والدعاء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إليه أحد المريض أو يذهب إليه الرسول كان يدعي له، يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، عليه الصلاة والسلام. طيب إيه الأعراض اللي ممكن لو لقيناها عند إنسان نقول عليه ده مسحور أو محسود؟ يعني الفرق الأول بين السحر والحسد، يعني إزاي يبقى مسحور وإزاي محسود؟ هل هنا في أعراض وهنا في أعراض؟ طبعا هنا الكثير من الناس تعلم أنه الحسد هو عين، هنا يختلف الأمر. الحسد مختلف نهائي عن العين. العين هي تكون ممكن من أي شخص، من الأقارب أو من رجل صالح أو شخصا يحسد نفسه، إن أعجب بنفسه أو أي شيء أعجبه ولا يذكر الصلاة على الرسول ولا يذكر الله يحسد وبدون قصد. لكن هنا أعوذ بالله من الحسد، هي نفس خبيثة. أيوة بس ده بيحسد بدون قصد، فإزاي نفس خبيثة؟ الحاسد، الحاسد ما الحاسد نفس خبيثة، الحاسد غير المعين. الحاسد هو تكون نفس خبيثة، وهو أصلا في هي نفس خبيثة وعين خبيثة. يوجد أعين أعوذ بالله منها تقتل البني آدم وتسبب أمراض ليس لها علاج. ولكن القصد من العائن، ممكن الشخص يعجب بنفسه ويصاب بحسده، لابد أن يذكر الله ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله. لكن هنا يختلف يعني الحاسد من العائن. كان هناك يوجد أحد من الكفار، فعلم أن هناك يكون رجل حاسد وعينه سامة تقتل، فذهب إليه كي يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعصمه الله، فعصم الله الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقول إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فعصم الله حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الصور: قل أعوذ برب الفلق، المعوذتين، وقل أعوذ برب الناس. فلا بد أي بني آدم أن يحصن نفسه بالمعوذتين. التحصين ده هنتكلم عنه دلوقتي. السحر بقى، السحر هو السحر شيئا حرام وخطير على المجتمع العربي والمجتمع الأجنبي على ظهر الأرض. هذا أمر خطير، يسبب أعوذ بالله تفريق بين الأزواج، ويسبب أمراض ليس لها علاج. إيه الأعراض؟ إيه أعراض السحر؟ الأعراض طبعا يوجد، يكون في ارتباكات شديدة، يكون مزاجه متقلب، يحس بألم في الأكتاف، يكون في صدره ضيق، يكون في العمود الفقري، أسفل العمود الفقري يكون في ألم، يكون في ألام إن كان السحر مشروب، يكون في ألام حادة في الأمعاء، إن كان مرشوش يكون في المفاصل، مخطاي أو مرشوش أو مدفون يكون في المفاصل، ويحس بألام ممكن أعوذ بالله يسبب أمراض مثل الشلل ومثل أشياء كثيرة. لكن هو السحر كثيرا، سحرا مأكول يختلف عن السحر المشروب، والسحر المدفون يختلف عنهم،
والسحر المعلق يختلف عنهم، والسحر الذي يدفن في المقابر مختلف عنهم، وسحر الأمراض، وسحر التفريق، وسحر التخيل، وسحر الرسول صلى الله عليه وسلم، وسحره لبيد ابن الأعصم، فخير شفاء من هذه الأسحار هو القرآن، والرسول أخرج السحر وأبطله. طب كيفية العلاج؟ يعني إحنا الوقت لو خلاص بقى مريض وبقى حد مسحور، إيه الخطوات أو يفكر في إيه؟ يعني هو هيروح عند راقي أو هيروح عند شيخ، هيفكر في إيه؟ يعني إزاي ما يقعش فريسة للدجل والجهل والشعوذة؟ إزاي ما يقعش فريسة؟ الأول إحنا هنرقيه إزاي بقى؟ أولاً لابد أن المسلم يكون كيس فضيم ذكي، يكون له نظرة ويتحرى عن الشخص الذي يعالجه. ولكن هنا يختلف اختلاف كامل شاسع المعالج الصادق الذي يرقي ويعالج كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم والسنة النبوية وبعض الأحشاب أو الزيوت. طيب لكن هنا هتقول لنا الدجال له أمورا كثيرة واضحة، مثل يطلب طلبات كثيرة، منها أعوذ بالله شركيات، مثل ريحة الهدوم، يطلب قماش من الهدوم، يطلب أشياء يذبحها مثل الحيوانات أو أشياء كثيرة، يأتي بأشياء يدفنها يعلقها في الهواء، ويختلي بالنساء، ويتعامل بالأقسام، ويتعامل بالطلاسم، وهذه كلها شرك وأمور تؤدي بالشيخ بالساحر، والذي يذهب إلى الساحر في أمور شركيات، وأعوذ بالله تقع بهم يعني في مهالك شديدة. لماذا؟ سيدنا جبريل عليه السلام من رقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال بسم الله أرقيك. أعظم الملائكة هو سيدنا جبريل عندما رقى الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو لا يشفي سيدنا محمد ولكن قال بسم الله أرقيك، هو بسم الله يرقى. ولكن الجن والسحر والله لا يرقي ولا يعالج ألا يسبب الأمراض والحالات تزيد بأس أكثر من السابق. إزاي؟ تزيد بلاء، هو الجن عدو. لا حضرتك بتقول احنا بنرقي، اما بنرقي المسحور الحالة بتخف. القرآن، بالقرآن طبعا. طب كيف نرقي؟ الرقى الشرعية معروفة، لابد هنا ان يحضر اناء به ماء ويوضع اصابعه اليمنى في الماء ويقرأ الآيات المذكورة الرقى الشرعي، ولابد لا يخرج أصابعه حتى يتم القراءة، ويوضع هذا الماء في رشاش يغتسل منه ويرش بيته في زوايا البيت. أيوة يا سيدنا الشيخ، عايز أعرف الرقية ماذا يقول. الرقية مذكورة من الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، آمن الرسول 7، المعوذتين، قصار الصور مثل أواخر سورة البقرة، أواخر سورة المؤمنون، اللهم صل على الرسول، وفي يوجد جنية حضرت كانت من تحكي معي أنا شخصيا من الكويت، والله قالت لا يوجد شيء يا شيخ مذكور أكثر من أول 10 آيات من سورة الصفات، تدوب الخادم الجن مثل الملح كما يذوب في الماء. سورة أول عشر آيات من سورة الصفات بقدرة الله لا يستحملها أبدا أي خادم سحر. طيب عايزين نعرف دلوقتي بقى كيف نتخلص من الطاقة السلبية ونجلب الطاقة الإيجابية. طبعا في أسئلة كتير جدا بس عشان وقتنا، فدلوقتي هنعرف دلوقتي إزاي يعني الطاقة السلبية نتخلص منها لو عندي في البيت، إزاي أعرف إن بيتي فيه طاقة سلبية. تمام، أقول الحديث أولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من سأل
دجال أو عراف لم تقبل منه صلاة 40 يوم، ولكن نتحدث في الطاقة السلبية، هو أمر خطير جدا، لابد على كل الناس أن تحافظ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، النظافة الداخلية والخارجية، ولا تبيتوا، قال الرسول ولا تبيتوا القمامة في منازلكم. يعني هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا إزاي نعمل كل حاجة، علمنا في كل حاجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا لابد تطهير المنزل من أول عتبة المنزل، طهر البيت، لازم كل أسبوع يتغسل مرتين بماء وملح، ويفضل يضاف عليها خل، ويغسل الجدران، جدران المنزل، وأي صور ما عدا القرآن أو صور مناظر طبيعية لابد أن تنزع، وتكون إيه بكان أفضل، يعني يكون مكانها إيه شيئا من القرآن، آيات قرآنية، مناظر طبيعية. طيب الآيات القرآنية هنا اللي بنقراها بقى في البيت علشان نتخلص من الطاقة السلبية، ده لابد القراءة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، والبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يطرد منه كل شيطان ولا يستطيعها البقرة، أي الصحراء. يعني هنا تحصيل قوي جدا، زبزبات إلهية، علاج روحاني شديد، القرآن في البيت يجعل الحياة سعيدة، ولا بد أن يغسل المنزل جيدا، وتفتح النوافذ حتى الشمس تدخل والهواء الطلق، يكون هناك حياة سعيدة. لكن أي يعني لازم البيت يكون منظم، ما يكونش يعني في حاجات كثيرة كذا في لخبيط يعني. وأنصح الفتيات التي تقبل على الزواج، ده في سؤال جاي لنا، ان في فتاة بتقول لي، يعني هي مبلغاني ان انا، هل في ورد بيتقال للعنوسة؟ بإذن الله. هل في ورد تقوله علشان ربنا ان شاء الله يرزقها بالرجل الصالح؟ ان شاء الله باذن الله، في حاجات كتير وفي فوائد عظيمه، وهي كلها من بركه الله والقران. القران فيه كل شيء، هو كلام الله، هو شفاء، كل الخير في القران. ولكن انصح اخواننا الفتيات الذين يقبلون على الزواج، يعني في رقم الشيخ مذكور هينزل دلوقتي على الشاشه للتواصل معاه في المشاكل، لان موجود على الشاشه دلوقتي للتواصل معاه للمشاكل اللي حضراتكم بعتوها معايا، بس الوقت للاسف الوقت مش هيكفي. اتفضل. طبعا الفتاه التي تقبل على الزواج انصحها الا تجعل بيتك مخزن، هذا يسبب طاقات سلبيه شديده جدا. في بعض الفتيات بتجيب جهازها وتحطه في البيت، تخزنه في البيت لوقت الزواج، هذا شيء خطر جدا، يسبب لها امراض نفسيه وطاقات سلبيه واحلام مزعجه، يكون تحت السرير اشياء كثيره، ممكن يعقد، اعوذ بالله، يعني يعقد موضوع الزواج. فانصح ان كان في يوجد اشياء توضع بعيد او في غرفه وحدها. لا، لكن هنا لابد كل يوم يفضل القرآن في البيت يقرأ على ماء. أي مريض، هل في سور معينة تقرأها الفتاة؟ أي، هو القرآن كله شفاء، ولكن هنا الدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال سيدنا أيوب، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا هو يثق في رحمة الله، ربي واستحى، معيش هو عاش 40 سنة في صحة، و 18 سنة استحى يدعي ربه، فحتى زوجته قال ادعي ربك يا نبي الله، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا عنه. يعني هنا الدعاء أول شيء في العلاج، هو الدعاء، الدعاء مخ العبادة. فلابد أن تلتزم في الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذكار الصباح والمساء، ورقية الشرعية لتعطيل الزواج، وتستمر في قيام الليل هي وسجدة، الله أقرب إليك من حبل الوريد،
اسجدوا وتقتربوا. ده بالنسبه لكل المشكلات بقى، الفتاه اللي عندها عنوسه، الست الحامل اللي اتزوجت منذ سنوات وعرضت على الاطباء والاطباء قالوا لها انك سليمه، فطبعا برضو ممكن تشوف النواحي الروحيه الروحانيه، يعني النواحي الروحانيه عندها. هو يوجد اصحار اعوذ بالله شديده مراقبه جدا في عدم الزواج وعدم القبول وعدم الكلام كتير يا شيخ مذكور، وهيتواصلوا معاك على التليفون. وبشكرك شكرا جزيلا طبعا انك انت معانا النهارده، مع وعد منك على لقاء اخر، لان في حاجات كتير جدا ما اتكلمناش فيها. بشكركم اعزائي المشاهدين في كل مكان. هتستندسحوا بدري، هتستنوني على المحور، اوكي؟ اشوفكم السبت القادم ان شاء الله. دمتم لي، تحياتي. شكرا.